الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. حديث كينا قدن بيي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يغتسل ويرفع سنته يغتسل ماءها. وحين قلنا يستمد للنفين يما هي ثم هو يغتسل فيه بمعنه دعيا، وتبت أصل كاقارك وضوح وقتم فيه بعض قولنا منه أي وقتم. مركا waxaa loo jeedaa kullayba waa ku maydhanaya biyaha، marka marba haduu ku maydhanayo yaanu iska nijaaseynin، saas loo jeedaa. waxaana laga qaadanayaa biyuhu inay nijaasoobayaan oo nijaasada la kulantaa ay ku nijaasoobayaan، waa la isla ogol yahay hadii biyuhu nijaasadu beddesho oo urtii ama dhadhankii ama midabkii saddexda mid ay nijaase isku beddelaan، waa la isla ogol yahay inay nijaaso noqonayaan. متنجس إن بيها سنقون يان ولا سلو قولي حد صدق عمد نبأ أين إسبدلين بيهنا أي فرب بذيه النجاسة لك ولانتو من نجاسوب يان مسمى نجاسوب يان على مدو حيليه المر هدي أي فرب بذيه بمجرد ملاقات النجاسة كم نجاسوب يان الصدق لا صفة متكمل إن إسبدشون نجاسة إسكبدشو أم بيكون نجاسوب يان هيا شع على مدو حيسو خلافين تحديد كقليل يكسر لوك لحدين يوم العلماء قاركود وحي مرين أشافعيه كم التهي قلتين وحي قارا أما كبدا أي كثير وحي كيرنا وقليل علماء كرنا وحي إليهين سيارك لأي أكل الصاران قليل كي كثير وحي عس كذين إلا كلا صارو قليل كي كثير قلتين كلا وكلا صارو حديث كي شيئي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس هذا بيه قارا لبتش الحدود من نجاسوبان إن نجاسد ويسكع بنيان وهدي أين إسبدلين مفهوم مخالفة شرطك وحلقة قادنا يا بيلادين هدي قلتين أين يقارن أي كيريهين إن يكون نجاسوبان بمجرد ملاقات النجاسة مفهوم مخالفة هلو دريشنية حديث كلا وحصار حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء يهو وطاهر وحطاهرية وحنما نجاسيا حديث كاسنا عام ويو قليل يكثير لما كلا صارين وانا لقو إجماع سيها يهدي صدح ذا صفاين الشيغن ردن كا يمدبكا يأرطا أي نجاسي سكوب الدلان متكمدي إن بيها سنجاسوبين وبإجماع العلماء هدي هدبي يريهين نجاسدنا لك المان عن صدح ذا مدنا إسبدلين ونجاسي سكوب الدلين من نجاسوبين بمجرد ملاقات النجاسة بسبب من نجاسوبين طائفة من أهل العلم وحيليهن كن نجاسوب ما يان بيليهن مويانه إن صدح ذام مد إسبدل الصفة وإن نجاسي سبدش وأنا قول قوي قول قص وهي وحينا حديث كان الماء طهور لا ينجسه شيء ومنطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبصنا ومفهوم مخالفة مفهوم مخالفون وأضعف المفاهيم مركب منطوقة كحوق بضن مركب معروف ودعي كرا هدي قلتين أين يقارن أو نجاسة لك ولنطو إن نجاسوبان إن نجاسوبان مذول بوادع كرتان سيد النبي قوله صلى الله عليه وسلم من صمت النجا كي آموسا أما كوكستو آموسا نجا ونبض قلا هدو حظلم يهلاك سبي ما يقد وقد وادع كرتان ونبض قلا وانا دع كرتان وهلاك سبي مذول بواصورة قلا مارك هدين قلتين قارن أو نجاسة لك ولنطو وصدا صوكالو قد ينجس وقد لا ينجس ضابطك هذا الله راعي محين غنيس وعلى الله راعي ونصدح راسي في بس إن الآيغو قول كاسا علماء محققين أي الدورتين بعض المحققين وأنا قول قوي لكن إلا يلا ذو بيو هدي قلتين أين يقارن وبلالة كدمين يهي أما صفر بي أبا كدمين قلتين كي لبيع نجاسي هدي يكون عدو نجاسي بين نغضين صفر كا كدمين هدو مركا الله سعان الله هاي قلتين كاي قارانا صفر كاذية هدين لقوش هو نجاسوبي ما ينصدح لما يتكمل هدين مركا إسبدلين وقول غريب يا وحاول حي به ووحي ير أو إن ير أو بي أبا كرد من قلتين كي وقبضنا صفر هدين كرنا وابا كير تهايو بكيري إن الأيك با كرد من دبعدا مركا نجاسين إيسا إن لي لهدو وحانت قرنا إيسا دبعدو بيها بضنا إنا وحبك قاذين وحنا كبدلين هدي انت هايرا كرد من الله سعون الله هايدو قلتين كنا ما يسترنان الله هاينا عاقدنا اوكاديا هدي لغو شبه صدح صفون باب اللغي ايه ايه ايه
ninkee soo bi maayaan haddaan midabka ama dhadhanka ama urta intaa mid ka mid ayna isku bedelin nijaasadii waa qowl gariib ah oo بعيد عن العقل آه. مع ذلك شرعي أنا كفوك وهي النوع مركا وحوي إسكهر إمادة كجرا محايد بيعدوا أنه جاسين إيسا قل لتين كقدر كاير مركا يكلميه عقدر دانا كاددنا أيون جاسين ويدي هذه مركا بكيري كلمان الله صلى الله مركا وحوي على كل حال قولك الصحيح إن شاء الله بيوها أما هبض ناظان أما هيا راضان حلقي إيقياؤون صدح ذا صفو mid kamid najaasa ma isku bedesha hada isku bedesho najaasa bay noqdeen hadii kale najaasa ma noqon waana sida sheekhul islaam ibn taymiya u doortay culama kalena ay doorteen basam laftiisuna sharxiisa waa sidoo maraayo hayeesha wuxuu oranaya mashhuurka madhabka iyo shaafiiciyadu waa sidaa waa khilaafsan yihiin laakin sidaas ayaa qawisan hada macnihi suuinka yahay al hadith al sadis an abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب هدو أيق عبو في إناء أحدكم ويلك متكين هدو مركا كعبو وبمعنى أفكا أما عربك أوقليو فليغسله هم يرو سبعا تضبقور هم يرو ولمسلم مسلم وحوصه ناظر رواية ورنايو أولاهن بالتراب تضبها ميرو أولاهن تضبها تأغوه الرئيسا التراب وعمود أعيد بالغو ميريا ولغو عدابيا وله حوصناتي مسلم وحوصناتي في حديث عبد الله بن مغفل يضو هذا الكسوس عذا وكسو قنية حديثك عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم أويري إذا ولغ الكلب في الإناء إذا ولغ الدعاء ربك قليا أما كدريريو الكلب أيغو في الإناء ويلك قدهيسا فاغسلوه ميرا ويلكاس سبعا تضبقور ميرا وعفروه الثامنة بالتراب وعفروه كعدادا أمريا الثامنة مركز ديدادنا بالتراب عمود كعدادا وعموداكم ميرا تعفيركو وإن عيد لغو حاله وعيد لغو حقوقه لبضان حديث وحي تلمام أيان النبي صلى الله عليه وسلم أنشاق أي أيغو هدو ويلك أفك قليوه إن ويلك اللميره وحان اللميره يا تضبقور أمي دي عيد تهي أي اللميره وحا اللميره يانا والنجاسة نما دراد دي النجاسي هي أو ويلك النجاسي هي أي اللميره والنجاسة دا علماء دو وحي أقايبيان نجاسة مغلظة هي نجاسة مخففة نجاسة نجاسة لماذا ذي لأتكي هي نجاسة مخففة نجاسة لماذا ذي لفذيدي مركا نجاسة مغلظة إلا تضبقور لما يرو ومدعيتها وعيد لغو الدري إلا لما يرو طاهر نقن ماي حديث كان يوحو الشيغي أيها أيها الشيغي علماء قار كود وحي الحاقيين وهليشيين دوفارك أيها هليشيين او waxay yiraahdeen eyga iyo doofaar kamid walo kamidiba najaasadoodu waa mughallado laakiin daliilku soo aroray oo cadeynaya in doofaarka todoba goor la mayraayo wuxuu arabka taabsiyo daliilku soo aroray lama hayo qiyaasay eyga uga qiyaas qaateen ba fuqahaada sidaa tiri ay ku tiri sahih waxay tahay najaasada doofaarku inay mughallado tahay todoba goor in la mayro midii tahay inay waajib tahay دليل أمها إنه وحين كفتو من أنت الدليل كصارون بعض أهل العلم وحي لهذين أيها وحو كدريريا ما عربك قال يما يرست تضبقور لما يريا أعيد لقد دريا مد أهان وأرن تعبدي أه مد نجاسا لما سيدا الله أرنا يما أولا ينوى الدون صدق معقول المعنى ما أها سيدا الله ينوى الشيء باسم أراعنا لكن الصحيح إن شاء الله وإن أي تهي ميرست لميريا للتطهير إن أي تهي والنجاسة نمد راد يدلون ميريا نجاسة سنة أي تهي نجاسة مغلظة صدا صحيح التعبد بس معها وحي سوى الدين لي ما شعيد الله ينوش يغي وحك لما لقو بدلي كرا أما الصابونو أما الطيرر أما وحلم بدا ما لقو بدلي كرا شوابت وحي تهي ميا نسكو شايدا أكسو أرورو عيد
بدل كله لقوم بدل كرو سكسته لو يراد وحاس التعقيم بو سمينيا ومشي والنظيفينيا وشيرمس كواديليا وفيروسيا دواديليا وطهارة وكينصنيا والنظافة وكيمانيسا سكسته لو يراد شيء كله ومقام كاستاقي كرامتشو ويعيد أيال للنص قري شيء كلا إنه مقام كيسة كسجنانا يو بدل كنا قن كرنا الدليل أمهينه مركم ملام ملام بدل لقو أرنا يو شيء كلا بدل كنا قن كرا معها فقهذا قارقود وحيد هذا أن تضبط جور إن لما يروم بدي عيتهاي واجب معها مذهب تقارب السلام مري وحنا يد هذا الروايات كحديث كقار كم إذا وح صار وري صدق جور ومد الله بعده فأوجد حديثك السور يا أبو هريرة دو خلافة حيالها علماء قاركود أي شيئين بيكمل تيسيد مالكي ذكر قول كاسي لكن صح معها وأيو رواية أي شيئا أنا صدق هذا الشيء سوى ضعيفه والضعيف لا يعل الصحيح ضعيفنا صحيح مع الله والضعيف كوالله قطعه صحيح أنا والله قاطع وصحيح تضبط الجور إن لما يرايو لكن صدح جور يضم ما الصحين هديب اللي إلى هذا الراوي هو خلافه أي سبناته إنه خلاف في حديثك السوري رواية دي سنة إساقه أقوم بضن مركا تاسيوي علينا إساقين اللي إلى هذا وإنه أما معلول يهيب أقيهي أما إنه منسوخ يهي أما وحلم ذا وحلورنا يا تاسي صحمها وهي قاعدة وحيتي الحجة بما روى لا بما رأى حجة إيا الدليل كوحكو السوري يهي وحو سوري راويق عدل لذا أثقض أهي لكن وحو اجتهادهان يرأيهان أركي حجتكم الصغنى وحانا دعي كارتا راويق حديثك السور يأينو إلاو ويساقو الناس وإلاو السن اجتهادا إنو مسألة كلا سكلا فطوضا أما كو عمل فلو وحكالو دعي كارتا حديثك السور يأينو اسموتسي إنو منسوخي هاي وفي نفس الأمر آنو منسوخ أهي أسباب علماء دو خلافان حديثتا شيخ الإسلام ابن تيمية وحكاها الله كتاب كيس الليلة رفع الملام عن الأئمة الأعلام وحانو الشيخ طبان سببوض أمد والبا أي أدعي كرتو عالمكو إنو خلاف حديثك تضبط قربة هدب الله ما يريه تضبط قربة الله ما يريه يتأقوه الرئيس وحلقي يلي يعيد روايك لو حكو صار أرطي التلمذي سوري أخراهن بالتراب تأقود دنبي سعيد الله ما يريه رواية كلاو حكو سأرورتي إحداهن بالتراب متكمدا أي مركا عيد لغو ميرانيا لكن وحا قوي سن إن مركا وهو الرئيسة عيد لغو ميرانيا رواية المسلمة وينوقر إلا افتيدو وحي الشيقيسة وعفروه الثامنة بالتراب وحكو عيدا الدان وكو حقو غدان مركا سديداد عيد مركا سديداد عيد كو عيدادا أما كو حقوقا وحي شبه كرتا أخراهن بالتراب لكن على كل حال وحا قوي سن مركا أبوه الرئيسة إن عيد لهم ميرايو أبيها يعيد الله يسكد رايو أما وعفروه الثامنة بالتراب وحلوغة شيدا تضبط القورة كم ميريسان مر عيد راعية عيد مركا الراعيسان وحي يسكن نغونا ينسديد لكن إنا يقدم بيصي إنا يقوه الرئيسة كما هذلين الحديث كان هراء أي عدي أولاهن بالتراب أخراهن نوا ضعيف أما الصحن إحداهن نوى مطلق وسيدي سنتهي كنوى مقيد ومقيدة بالأولى ويحمل المطلق على المقيد مطلق إيا مقيد كوالا سبحان باري خلاصة وحي تايويلك وأفك قليي أيه تضبق قور ومدعيد لغو الدريبة لما يريا مركة كواد إنا النقطة مركة عيد لغو الدرينة وصيدة الصحيحة ويلكو حديثكو الشيغاية هدي وحكالا أي مركا أيجي عرب كيسا كتابتانا واللمي وهدي مرضا دا أما تركاقا وعرب كيسا كتابتو تضبادي قرباد ميريسا أمي عيدا للراعي وعيدا لقدران سيداسين قميس أيضا دان حكم كان ميو إيالا يسوى أيدي أن لا إذمن استعمال كلا استعمال يولا أديك سنو علماء قاركود وحيدا هو حكم عام أيضا دان إيالا علماء قاركودنا مسائش قاركود بك استثنوضين شافعية وحي كم ديهن قول هذا عممتي او يري مر والب اي او دن هادو عربك وحتابسية اما افك وحقريو حكم كاسا مركا او نقونا يا حكم كيس او ساسا الله ما يري
ساساوده وحي ايغي معلم كاهاي لغو اوغارسني حدو اوغادي مركا قبطو ميشو كو قبانيان دو افكيس شافعيه وحي الهدين يدو لعنايو اوغاداس حدنا وان لميدا تدبدي غور امديعيد اهيد وان لغو ميدا طائفه كلا علماء كميدي وحي ماي مسلداس يدو مستثنى ولاغ ريبيا وايو صحابدي ايدا كو اوغارسنايسه لوما شيغين ugaadhi markay qabtaan eeydaasi inay marka maydaan atay culimada qaar kooda yiraahdeen waxa laga qaadanaya fadliga uu cilmigu leeyahay al kalbul muallam marka lagu ugaarsanayo ugaadhi uu afka ku qabtay todoba goor la maydmaayo waay hadii ay waajib ahaan lahayd in la mayda waa cadeyn laha nabiga sallallahu alayhi wasallam mana sheegin qaadaduna waxay tahay taakhirul bayan an waqti al haajati fi haqqihi la yajuz bil ijma' waxay ummadu u baahan tahay nabigu inuu ka dib dhigo marka uu cadeyn waaya ma banaana ijmaac baynay ku banaanay ijmaac ayay ku banaanay sidaas aawadeed xaaladda waa laga reebayaa baadhu ahli cilmi ilaahdeen laakiin shaafiiciyadu isku tariiq bay marinayaan maryahaagi ama jirkaagi haduu ay carabka taabsiyo ama dhareerkiisu kugu daato ilaaba ilaa waa inaad maydhaato daba goor oo midicii tahay oo ciid la raaci an humraana mawla usmaana ibn affaana أنه رأى عثمان دعا بوضوءه حمران وحلق الصور يتابعه قال له مولى عثمان عثمان موله السياه ابن عفان عثمان كاسو إن عفانه موله عثمان ويا وحلق الشيدا عثمان با حريا لوتشيدا أولاه وولاء عطاقه عفان إلا صرفيو منصرف لقد عفان ليله ذو يا عفانا إن لا إله ما الله ينصرف لقد والله بضبه والله الشيء علم هذا قربا مثل مرين أطي بعض أهل العلم إلى هذين مركين لو يديون لقوا إلى عفان ما منصرف باي والله صرفنا إياه أو والله تنويننا إياه مثل منصرف معها أو ما لا ينصرف الصرف والله قم منعنا إياه وحي كنت شوابا علم هذا قربا إن مدحته منعته وإن هجوته صرفته وحي إلى هذين هدي أض أمانته aad magaca amaan ka dhigto meel cifada in laga soo qaato ila cifada iyo dhowrsoonidu waa amaan haddii sida ka dhigto manactahu sarfiga waad ka mancinaysa oo maxaa ku sugan di alif iyo nun ziyada aba ku sugan alif iyo nun ziyada ayaa marka ku sugan calamnimana waa u raacdo wa in hajawtahu haddii caydo atiraado meel cufunati baa laga soo qaatay cufunadu waa maxay waa qurunka wii waa taanuunku waa asal waxay noqonaysaa hal cilad kaliya ku sugan oo calamnimo ah ila ziyadatu alif wa nun wa la way markaas oo minal cufunati bay noqotay marka waxa fiican in leeyahay minal cifati oo laga dhigo ma la yan sarif afana daa bi wudu'in wuxuu u yeeray bimaana talbay bi wudu'in wax lagu weysaysto fa afraga ala yadayhi fa afraga wa ku shubay oo ku afrogay afrogay wa arayga carabiga ahaa oo la soomaaliyay afraga يأفرغي غين كبال لغدغي جأ لغدغي فأفرغ وكشو ياما وكو أفرغي على يديه لبدي سقع ماضو حكو أفرغي من إنائه حق ويل كي سبيه كتشري أي كشو يقعمهيس فغسلهما أوام ميرا لبدا قعمود ثلاث مرات صدح مر أما صدح قور أي ميرا ثم أدخل دانو حقر يمينه مدكتيس في الوضوء بيه لقوة سيسني wuduu iyo wuduu ba kala jira wuduu waa ficilka weysada la weysaysanayo oo tawadduu ah wuduuna waa biyaha lagu weysa qaadanayo summa adkhala deedna wuxuu galiyay yamiinahu midigtiisa fil wuduu bihi uu ku weysa qaadanay summa tamadmada inta dadba deed waa luqluqday oo bihi afka ku celceliyay yani majjal maa fi famih wastanshaqa wasandarto bihi sanka ku eriyay واستنصر به وهدنا السنك كالسودادي ثم غسل نوام ميرا وجهه وجه قيسى ثلاثة صدح قرب ميرا ويديه لبدي سقع موض نوام ميرا إلى المرفقين إلى لقاقارا يصح اللذا لقاقارا قعمها وحم ميرا إلى الصح اللذا أيو ميرا ثلاثة صدح قور أيو ميرا ثم مسح انت هذا ودوام مسح برأسه مدحيس أيو مسح ثم غسل نوام ميرا كلتا رجليه لبدي سيعد مد ولو كم ضبوح ميري ثلاثا صدح قور أيوم ميري ثم قال دا نوح يري
عثمان بارنيا رضي الله عنه وأرضاه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحن أركي النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حاله ويسيسن يا أيان أركي وجملة حالية نحو وضوئي هذا نسخ غار ووغ وكرنجا لكن وحيسكس حنطاي وضوء اللي يدهده وضوئي وينقه روك للشيقني وضوءنا إنا يتهي بيها لقوة ويستقاضني وضوءنا إنا يتهي ووغ مركا لقد توضع وفعل كي ويسدع للسمين ييئة نحو وضوئي هذا يعني ويس شبهيس ويسد أيضا أوكل شبهيس أي ويسيست نحو معاني بضم بالله استعماله نحو مروح الله استعمال قصدي مروح الله استعمال كيهو مروح الله استعمال مثلي مروح الله استعمال جانب مروح الله استعمال عند يعني معاني بضم أوكل الدوام بيلا ذهي أرى النحو هذا وحلو قتش هذا نحو وضوئي أي مثل وضوئي هذا ويسوي سدي إذا لم مذو كلو ويسيسني وقاب كانوا ويسيسني يقاب لم مذو ويسيس معاني ذا النحو إلى ذا هي أحاديث الصوص عطين قارك لك وأركض دونا إن شاء الله تعالى ثم قال ذا نوح للنبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ككستو ويسيستا نحو وضوئي ويسيسك أيضا وكلا هذا وكان ثم صلى دبنته كذا ركعتين لبرك عدوته كذا لبضى الرقع دوضو لا يحدث فيهما نفسه أنو نفتيسا وح الدنيا أو الشاكين وهذا رقعتين كقصف يصون أما فاعلك أتكى حاليصه أتلا ثم صلى دوانته كذا رقعتين لبرقع دوض وحول لبضى الرقع دوضو كذي حال لا يحدث فيهما نفسه أنو نفتيسا وح بأ الدنيا أو الشاكين غفر له ولو دم دافا ما تقدم من ذنبه كي هر مري ودم بيسا كم إذا أي الله دافا دروبتي سي هر مرتي بالله دافيا حديث كان مسائل بدن بالغا قادن ايا وامد كوواد وخا لغا قادن ايا التعليم بالفعل ددك فعل اهاني وخ لغو برو التعليم تو وحي نقطة بالقول يا بالفعل اي نقطة وخا كلو لغا قادن ايا قاب كوانا اكسن لو ويسيستا اني تاي سدا عثمان شيغي ويسدا ان لو وناجيو لا دمهيستيرو ايا لغا قادن waxa kale laga qaadanaya xubnaha la maydhaayo in gacmaha saddex goor la maydho wajiga saddex goor la maydho gacmaha ila mirfaqeynka saddex goor la maydho adimada saddex goor la maydho madaxna hal mar la masaxo waayo masaxadi madax la masaxayay salaasa maratin kuma qaydin aksar ka ahadiistana waxa ku soo aroortay nabigu sallallahu alayhi wasallam hal mar qura inuu madax masaxi jiray هيا شبع بعض الروايات أما بعض الأحاديث وأن قوة بدنين لقصوا وريات شر النبي صلى الله عليه وسلم من صدح قرم صحي على ماذا قارك وتصيع سكذين واتكلوا وحي له ذين قبناها كلا لما يرى ينا سد وافق سني وصدح قرم أسانيد الروايات كسيا لقصوا وريع على ماذا قارك ود أي حوجة سود ويو يريد طريق يذا قارك ود بحسن وأنا سيد الشيخ الباني وكل شيء جاي كتاب كيس التمام المنة في التعليق على فقه السنة علماء المحدثين الشافعية قاركود وحي الهدين مصحات صدح قارين النبي مصح حي أحاديث تقص عرورتي وحي أقبلي كرتا هذا السقناتو إن لوغة شهدين مركي هورا إنا نقار سينين أو مركي هورانا إن كم إذا مضح أم مصح حي مركي دمانا إن كم إذا أم مصح حي وسيدا سيدا كسمين أو مركي أولا كالقيب قيبيون إنا يتاي أقبلي كرتا على كل حال سيدا حديث بضانتهاي وإن مضح هل مركي لي الله مصح حي وحكالو لغا قادنا إياه wajiga oo dhan in la maydho dhalinyarada qaar kood waxa dhici karta markay weysaysanayaan weysada inaan saxin wajiga la maydhaya maxaa looga jeedaa dhagta halka yar ee shaxmatul udun la yiraahdo ee dhagta xagga indhaha ugu soo xigta ee yar ee taagan ilaa halkeeda kale laga gaarayo in biyo gaaraan lagu maydhayo fooda halka timuhu ka soo baxaan ama timuhu ku yaaliin ama asalatan timuhu ay ka soo baxaan ilaa laf gareedana waa in la gaarsiyo intaa waa in la wada maydha حد كوتشي قصاص النقطة يعني. أنت واحد كم إذا هدان لجارسينين وهالك أيار إنك تكسر كيسة هدي أن لما يرينا إسكع الضهاي إسكع قلالان تهاي ويسدد ويسيستي وحبا كم تشرين وح كلا لقى قادنا يا قعمها مرك لما يرايو قعمها إلى مرفقين كلا قم يرايا أما الصحو الذي إلى لقى جارو إلى ذو غاي صحو الذي ما كتشران ما يرست لما يرايا مسكوا متشران صح ذو واحد تيني كتشران مرك إلى المرفقين وحلوش إذا مع المرفقين بلوش إذا سحو الله ذنوا إن لما يرى
أما يريتانك لجارسيا ولي بهالك وحن براروتشين يا مرك الله ما يرى يقع مها ما يريتانك واجب كاي واجب كذب بيا أنت هراء لقى فرح حشانا واجب ويا إن مرك الله ما يرى ما يريتانك مرك هراء فرح الك ويسد الله جب لابا يا وصلنا لكن مرك الذنب أنت فرح الك لفتو ذا إلا ما يرى وقع مها لقول ما يرى يعني قع مها إلى مرفقين كلاج جارا لقول ما يرى إلا با إلا فرها يبا بعضا إيا حق السربا إيا فرها دحدودة با وإن ميرتانك الله ميرا يوه قعمها إلا سحو لذا لقاقارا يوه وإن مركا الله ميرا وحد عدد اللي يرضى قاركو دينا يمركا ورفرا حشان مركا دمنا ويسادي انتا يساكو بلابان حد ووحو ميرا ياؤون انتا عكورا ذا كفك وكتقيا يا انتا ساعد كردوكا وان قعمها انتا هوري كتشرين أيو ميرا ياؤون ويسدا وحكه ما جيران ويواجب وحا هيد قعمها ان لما يرى الى مرفقين كلا غار وقعمهنا ما ما يرى الى مرفقين كلا غار يا ما يرى ميرتان كان واجب كان توره فرح الخ سميه سد الجمهور كعلماء قبان marka taana wa insa lagu dadaala suxulada wa in la mayraayo meeritaan kii la gaarsiya oo nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu weeseysto wuxuu ahaan jiray oo gacmaha mayro ashraca fil adud ududda dacalkeeda nabiyaha waa gaarsiin jiray waa si waajib kii loo hubsado ومن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ماذا حصل اللهم صح يا أحاديث تصاص عطائن الشيق دونته أين كأرك دوننا إن شاء الله تعالى لبدأ أدنى وام ميري عثمان بن عفان ومن صدح قرب لبدأ أدنى مد ولو كم بدأ أم ميري تنوح للنبي صلى الله عليه وسلم سيدا هدى أن ويسيستي سلم بدو شبه دا أي ويسيستي تنوح فضيل الشيق ويحر من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه كوكستو ويسوي سديدا لمدو شبه له نحو وحلوش ذا الشبه أما مثلا ثم صلى ركعتين تهدنا لبا ركعتو كده فر ليصنا كي دوننها النقضان لبا ذا ركعتو ذو آنو إنبا نفتي سآنو الدنيا أغشيكين آخر وحكو سابسانين نفتا أغشيكي يكو صدع ذا dibkuma sugna ay wax looga jeeday min umuri dunyada hadii aakhira iyo geerida iyo salaada wanaajinteeda iyo quraanka tadabburkiis iyo ashiyada noocaas aad u nafta ugu sheekeyo yaani yada dibkuma sugna ma shay wanaagsan laakiin umur adduunyada loo jeeda oo umurta adduunyada mi ruux iska wada ilaalin kara waxa yiraahdeen culimadu waxa kala jira xadiisu nafsi iyo khawaatir khawaatir waswasa oo qalbiga ku soo dhacayso markiiba uu iska daafacayo dhaafaysa وأن كوها كانينني وحب فضيلة أولي من ميس لأنه ما حدث فيهما نفسه لكن محال الديدة يا مركا يكون صور دعان نفطة يكون صور دعان يا قلب جيس إنه مركا اسكوى ضوء كم مشغول استرسال سمايو اسكسير راعو تسأل الديدية لكن واحد الدنيا هطي خواطر تقلبك يكون صور دعان أو مركا ما اسكدى فعو اسكحره وحب كييري ميس خشوع دي السلاة دي السنة وحب أولي من ميس فضيلة النسيق مايو وإن مد نفط قصقنا طي أي تهاي ونفط وجوش شيكية واسترسالي أمور الدنيا نعيكو صاب صمت تاسع فضيلة واحد ميس لو هذا أرين مركي دعان السيد النبي هو يستيل لو هو يستو مر لبات كان الله برجع عدود لتكذو لو هذا رجع عدود الصفة ذو السيد عطاي والدنيا وركيد وحكو صاب صن النفط الله وجوش شيكين أو استرسال الله وسمين لصير راعي اللي جود دائمين لبضع أرنها دي الله كل انصده وحليه ليا غفر له ما تقدم من ذنبه مركا شرطك أرنك سيكون عيوين لبضع أرن إسراعان وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين صاحب المراقي وكورنا يا هدي الله بشرطي شيء كحرمه وحكونا عيا شيء كحرمه يا مشروط كأهي لبضع الشرطين الدعان أو وضع حصلان الدنيا يرهدو حاسكي سكو يرهدو إن خرجت إلى السوق وكلمت فلانا أما إن خرجت إلى السوق ثم كلمت فلانا فأنت طالق قرم فرميسا سوق وأبحضي لكن هبل ما يهضلين أما هبل والله هذا الشيء أقرق الصهر مرأ لكن سوقي وما يبحين ما فرنت يا حيو فرمي ويدي لبضي الشرط بان إسراعين لبضي الشرط مركة إسراعان أي أرنك أسكرنا يا ثم مركة وليبا لبضي الشرط اللورد حيسيانا وين السيدة أكل هران دعين غفر الله ما تقدم من ذنبه إلهي وحي ورافيا وحي هرمري والذنب جيس كمدا أيو إلهي ورافيا
marka dhunubtii saqayrtii kabaayrtii labaduba ma loo dhaafayaa mise saqayrta kaliya baa loo dhaafayaa jamaahiru ahli cilmi waxay leeyihiin dhunubtii hormartay saqayrta abis ba xasanaadka lagu dhaafaa laakiin kabaayr lagu ma dhaafay kabaayrtu toobay u baahan yahay laga toobad keeno waana tii xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyay uu sheegayay al umratu al umra wa salawatu al khams wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima baynahunna idha ijtunibat al kaba'ir أعماش الطاعات كاهي وحي دحدود دعايو دنبيا با لاغو دافيا او اي بابين ايان هدي كبائرتا لاغا دهرادو marka dambiyada ay baabiinayaan maxay noqonaysa saqaairta ay noqonaysa riwaayada kale waxa ku soo aroray ma lam tuushal kaba'id ayata quraankaana allah wuxuu ku sheegay in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum sida jumhur ahli ilmi ku tagaan wa sidaas yadaawi عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه حديث كالسديداد نسخ قر وحيدين قريان حديث كالسقالات وحديث كعبد الله بن مغفل حديث كأبي هريرة لكراترين وصابت كان سطي إن أي طبعات كقار كود أي لهدين أحاديث كسوغا كتاب كا وأفر بقولي صدح يلا باطن حديث أما كبضنا أي لهدين قرنا اسمه حديث بيك السوقاتين أفر بقولي صدح يلا باطن كوابكيري قرنا روايات كيقار وترين وهكذا عن عمرو بن يحيى المازني بخاري مسلم وحيسوريين وعمرو بن يحيى كسوريين المازني عن أبيه سوى أبيه كوريني قال وحي لي شهدت عمرو بن أبي الحسن وحان حاضري عمر وإن أبي الحسن وسأل ويدي عبد الله بن الزيد عبد الله بن الزيد أيو ويدي عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويسيسق النبي ويسيسن شريقاب كذا أيو ويدي لبص حبيبا لبضبا عبد الله بن الزيد لورنشري مذ هو صاحب الأذان مذ هو صاحب الوضوء وكان لبص حبيوي عوض النبي صلى الله عليه وسلم ويسدي النبي صلى الله عليه وسلم قاب كذا أيو ويدي وفدع بتور وحو ياري وبمعنى أطلبي إن لو كان الدكسي برعا إن لو كان ومن ماء بيكب وحن تورك والدكسي أما واحد دكسي وكل الشبهوي وويله فتوضع لهم وأوي سيستي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويسدي النبي ويسلم إذا أيوه ويسيستي ويسيستني يا عبد الله بن الزيد والتعليم بالفعل فأكفأ وحكوش بي وكسو فورري على يديه لبدي سقع موض وحكسو فورري من الطور واحد دكسي كم إذا بيه كتري حق الدكسي أيو بيه وكسو فورري لبدي قعموض فغسل يديه سلاسا وحميري قعمه سصدح قور أيو ميري ثم أدخل يده في الطور انت أدب ذوحو قريه قعنتي سمدي في الطور دكسي أيو قري نسخ قرأ الطور بي قريا لكن وغلط وفي الطور فمضمض ولغلغ ضي واستنشق وصندار صدي وبيه سنك كؤري واستنصر بيه سنك وكسو دادي سلاسا صدح بور بسلاسي غرفات سيدا وحكو السمي صدح مركا قور أو بيها قعنتك قاطي صدح قعن درسي بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور انت أدب دوحو قليه قعنتي سمدق أيوحو قليه في التور دكسي أيو قليه فغسل وجهه ثلاثا وحما يلي وجهه صدح قور ثم أدخل يديه انت أدب دوحو قليه لبدي سقع مور أيو بيه قليه فغسلهما مرتين وحما يلي لبدي قعمود وحم ميري مرتين لبقور أيو ميري مد ولو كم مدب لبقور بميري إلى المرفقين إلى لقاري الصح اللذا لقاري إلى المرفقين بمعنى مع المرفقين إلى ذو بمعنى مع ثم أدخل دعنوا قري يديه لبدي سقعمود ببيه قري فمسح بهما رأسه وحكم مسح مدحيسه فأقبل بهما إقبال أيو السوسمي وحقا هراء أيو كبلا أو مركز الدبء وضع وأدبر هذا مركا حق الضنبئي ضنبيسوك الصوب بلاوي مرة واحدة مرقره فأقبل بهما وأدبر علماء ويسو خلافين معنيه وعلماء قاربا وحي لهدين فأقبل قعمه وسوق بالسيو حق الضنبئي انتوك الصوب بلاوه رؤسه وضع إقبال خصاصي نغني سبيله إدبار كنا الدبو عليو هل كدنبو قارسيه انتو الدبو عليو علماء قارنا سينو الشيغن يكون فصيرين وحي له حق هرو كب بلاوي مركا هرو إلا وحق الضنبئيه حق دم مركو جيو هذانا كسر بلابي إلا وهلك وجوه الرئيسي فودك يعني لبدا وتشينا وح صحيحة إن إقبالك إدبارك معناها اللي وجد شيء ده إن حقه هرا لقب بلابو إلا هلك دم بلجيو
هذا حق ذنب لا قصوا بلا وإلا هلك وجهه الرئيس مركي ورا لقى بلا وي أفود الجس عليه وحنا عضين الرواية ذنب مفسرة أي عضين مرة واحدة مر قرأ يسدى السماء يوم ضحم صحي ثم غسل رجليه انت أدب دوحم ما يرى إلا بدي سأدين وفي رواية رواية وحق صنيد بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه بدأ وحق بلا وي بمقدم رأسه مدحيس هلك وغصوه الرئيس يكبل أبا حتى ذهب بهما إلى وقعمها الجيي إلى قفاه إلى قذات كيس لققارا يوقي ثم ردهما انت أدبد والسوع ليي حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه إلى السوق قاري ماشي أمركه ركبل أبا يفده هلك نهري مقدم الرأس قاء إلى وكسوق قاري وفي رواية رواية كلاو حكسونا أو مسلم صحيح حكسوري أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنوي من رسولك إله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له وحن أصوصارنا ماء بيا أصوصارنا بيها صوفي طور دكسي كسغن أما ديري دكسي كسغن من صفر نحاس كسميسا بيا كتشرا أيا أكين الطور وشبه الطستي دكسي كأيو شبها بطور من ماء وويلير مركوا دكسي أيو شبها على كل حال حديث كان وحلقة قاضنية مسائل متعددة ومدة قوة التعليم بالفعل ولقى قاضنا إياه إن فعل هندتك وحلق برا أو حكى له لقى قاضنا إياه إنت قور إلا ما يرأيه إلا يسلئ كيسيين اللازم أهين ويا النبي صلى الله عليه وسلم حبناها قار كودوح ما يرأي صدح قور قار نوح ما يرأي لوا قور ماذا حنوح ما صحيح المركورة مركا إلا يسلئ كيسيين اللازم أهين بلقى قاضنا إياه وحكى له لقى قاضنا إياه سيدة وقفي عنه ماذا حلوم صحيحين يتهي انت قعمها لقويه وبيع السب لقويه ان ماذا حصل الله ومصح هلك وقوه الرئيس انت لقى بلابه اي هلك وقوه دنبيس لقيني هذا ندب الله سعرنا هلك وقوه الرئيس لقيني لبدا لقودنا مركز الله مصحي لبدا لقودنا وحل مصحي هل مرقر الله مصحي شيخ علماء الشافعية كم دا اي وحور لقوه اي اشكال قليين بول علماء دي هرين متقدمين تو كم دا ابو العباس بن السريج وهابان في الايام ودقوه ما وجهه يكمل دين ما ماذا حيكمل دين ميا الله مصحيا ميا الله ما يريا ده نوحور السجال كور أي دقة هلا ثابنيا صدق وجهه الله لما يريا يقول صدقنا ماذا حال الله مصحيا وبيها باقي جه ماذا حمرك الله مصح وقيا أن كفرها قصوا هرا لقوم مصحيا صدق قرن بيع الصد بلقوم مصحيا سيدا وحور احتياطا بقولي لكن صدا صحيحة وحي تهينا صلا الصميمين ويا احتياط هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلافه الاحتياط ترك ذلك الاحتياط احتياط هو حين احتياط قال قتره مر هذا هي مخالف للسنة احتياط هو حن غنى إن احتياط قال قتره وحنا الله قطعنا يا النبي صلى الله عليه وسلم سقال قور أو صدح ما يرأي صدحنا ما ضح الله ما صحيه صدحنا قار وما صحيه إن النبي والسمين والله قطعنا إياه مركو حين غنى يسمى مخالف للسنة عفى الله عنا وعنه ماذا حما إلا وذا مسحة واجبة مس بعض جهة دي لما مسحة وكفاية علماء قاركود وحي هذا ماذا حا إلا وذا مسحة واجب ما هي بعض كم إذا هدي لما مسحة مسحتان كي وارد عيا وحصلة ما قول وأنا سيد الشافعية ذا إيو حنفية ذي أي كنت قايل إنك استوى حنفية ذو ربع أي شرطنا يعني إليهن ربع الرأسي ماذا حمرك أفر ربع ولا قد يقول ربع أهان على الأقل وإلا مسحة شافعيتنا إليهن أقل جزء من الرأس ولو ثلاثة شعرات أما الشعرة هذا النقطة به علماء قاركود وحي إليهن مضحى إلا وذا مسحة واجبة ونصدى حنابلة يمالك يضع قبان النبي صلى الله عليه وسلم وحكى الصوار أرطي إنه مضح حرنا وذا مسحة وحكى لك الصوار أرطي مضحى وحكم إذا أنتم مسحة إنه عمامة كل ما يستري أكو كامل يرنى وكى الصوار أرطي لكن مرنا بالنبي كمسونا صلى الله عليه وسلم مضح وحكم إذا أنتم مسحي إستجان عمامة كل ما يسترين قيب مضح حكم إذا مسحات إذا إنه ككاف تومي نبي قال مر نبك مسؤولين إستجان عدين إذا آيات القرآن كبيامني سأساود قولك صحيح وحي هاي وإن مضح حرنا لو ذا مسحاء أما مضح قيب كم إذا لما مسحاء عمامة لقول ما يستر هذه عمامة شروط دي أي أفسد هاي مر كلا قول ما يستر يا إتمام كلا قصميني باب التخفيف بين تاسي ونعم ورك كصاب سنه هديو حوي مدح مسحات ديسو الا ودا مسح اي واجب نقول له امامه ان لو دمهستر ما اصحدين واي مدح كما مد اها جوابته وهي نقنيس شبهه ان لا يراه مر بهدو النبي صلى الله عليه وسلم نبي عبس ومصمين
إن المصاحات دي مدح لما مسح يكمد نقوله يسوع ومقامك إتمامك استيعابك مسح جا مدح لجو كوبيو لو ذا جارسينا يعينه ككافينا يسوع أي النبي قو اسمي حنا الله يسوع هي النبي صلى الله عليه وسلم إمامته كلية ما مسحي وأنا مدح مركو أروح بك مسحين بس إمامته كلية ما مسحين بقى أهل العلم قارقود وحيله مي مدعين مدح إمامته كلية أنتم مسحي إن أنا مدح مركو طابن بقى واحد عاي ما هبيرين علما قرن وحيلا واحد عاد حديث كقصه اروي وحنا امري ان نمسح على العصائب والتساخين والسجن هو ثابت مضح وحا مركا لو خريو امامدها يا خففك لبدبا ان ان مسحنا النبي قلنا امري لما شيغين مدح ولا مسحي علما الشافعي وحيلا وحا لو حنباريا ومع مسح الراس ان لو تاميهلا لو حنباريا حديثك كلا يود لو فسري على ما قاركودنا وحي إلى ما وحلا وحن باري الصورة صدحات هنا يتخيل بل وحن باري يبين المهم سيدا أحوات كاحتياط كبضن له وإن مضح رمان لو وضم الصحوه وقيب كم إذا آن لقو كافتومين ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قيب كم إذا آن مرنبا كو كافتومين ومصحوا برؤوسكم بعض وللتبعيد بيلهدين على ماذا اللغتنا إسلاما أقل بعض إلى التبعيد أصوار أرته أصل وحوى بعض إلصاق معناه أصل ككوا هيد اللي وحن بارانا أولئه وكل شنتاه إنكو مصحات كل شنة يمضح عن عائشة رضي الله عنها قالت وحب بخاري مسلم سوريين وعائشة كسوريين رضي الله عنها إلى الرالها كنقض عائشة والرالها أنشها والسيادية قالت إني تري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هيوح أهانشري يعجبه مدو عجب قليه أونا تسته أتشعل التيمم مديجيسيغا اي عجب جلين جيرتي او اادو جلا وكم مديجيسدو مديكتا كوبلابو في تنعله كبغشت كيسا وترجله يفير شديسا وطهوره يطهر قاد شديسا وفي شأنه كله يحال كيسودن انو مديكتا كوبلابو اي عجب جلين جيرتو او جلا اعجابك وحلو الله استعمال الله بمعنى إن شيء قال الله استحسانا يقول له وناتي سنة يقول له تشعليه إن شيء قال له لي أبيه لبدا معنى الله استعماله هذا هو حلوك شيء ده وتشعلا هو فرح قلنيس وحنا أولي بعضين يسا رواية مسلم صحيحة كسوري وحي شيء يسا يحب التيمنا يعجبه وحي كوب بدل يسا رواية يحب التيمنا وحو تشعلا ميدي قيسك أن ميدي تلقى بلابه لبدا معنى إن الشيء إعجاب كان الله استعماله والله معنوه مشهورة هاي علماء قاركود مثاليين هذا الكي عربته إلى هذا أعجبني الفتى وما أعجبني ويلكاسي وإيقيابي كهروان محي بمعنى أدخل في نفس العجب أعجبني وإيقيابي وما أعجبني لما نردعين متشعلي يا مركا أعجب الله هذا معنى بوالله استعماله هذا وحلوك شيء ذاك استحسان كأها إتش علي السقاءها نبي صلى الله عليه وسلم أشياء ذا ونكسر دم وحكم بلا بتشري ملك توك بلا بتشري هطي طهارة طهي ويمك أدين كمديق يأدين كبديح أدين كمديق بهران ما يرتشري قعنت مديق قعنت بديح قعنت مديق أيه هران ما يرتشري وهكذا ما يرشد وصاص الله كبقشقة أدين كمديق بهران قلين شري في رشدة حق مديق بمضح هران في رتشري شو أنتي صرنا وحمرك أشعلا مديق يسجى تفاؤل بوجت مدكتو ما دامي كم مضنطه بدحدا أي مدكت مركا كبلا بكشرا هيا الشيء وعموم يراد به الخصوص وفي شأنه كله حلوت شيء ده عموم خصوص لوغة شيء ده وهي أشياء ده قاركود أو بدحدا لقبلا بي أي شرته هذا يتاي السوري مركا لقلا أيو بدحدا له الرانقلني هذا يتاي مركا الله يسكن ما يرى أيو اللي استيكشون أيو نجاسة الله يسكن ما يرى أيو بدحدا لقب ما يرى مدكتا لقب ما يرى مدكتا لقب ما يرى ساس أول شيء ونكسن مدكتا لغو استعمالي شيء حن أما مستقدر أما نجاس يقول لغو ترينينا بدح دا أيا الله هرمريني تاسنا وأرن أفضلوي إمام النووي وحورنيا أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة علماء ذو حيكو إجماعين إن مدكتا ويسادا لغو هرمريا إن السنة هاي عد خلافتنا فضيلة دي إنه كتجيسو سيجيسو هيا شو ويسدو أيوه لما يستر ما يسو الله ما أرنا يبدح ده الظهران ما يرو ويسدي سما الصحن لأرنا عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعيم المجمر وحلق السوري الله بدا الصحيح لقى السوري استغنى أبو هريرة كورنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يري إن أمتي يدعون يوم القيامة نبي قول صلى الله عليه وسلم إن أمتي أمد إذا حلوك إذا أتباع إذا الرميس أمة الإجابة أي اللوك إذا أمد وحلو استعمال مر أمة الدعوة مرنا وحلو استعمال أمة الإجابة أمد النبي الرميس أجيبتي الراعضي يدعون واللو يريا يوم القيامة ما لنت قياما لو يريا غرا حالي وشي عديهين وشي ذو دريهين وجمع أغر أغر غر سيد أسود سود محجلين حالي مركا قوببك يقعمها أي عديهين وأدمدو ذو نوريا يقعمه أطرافتو ذو نوريا تحجيلك وقعمها يقعمها غر قناو حق وشي من آثار الوضوء وحوش يدي قعمها با يلقها با أي لدلاليان لعديهين وإلا النوريان رادتك ويسد الدرادد فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فمن استطاع ككستوكري كر منكم حال إذن كيدن كمديهي أن يطيل غرته إن وشي عدانتي سب الله عليه رواية كقاركود وحيكدر وتحجيله يقعمه سيأدي مدي سؤين عدادان النوران إنه ديريه هذو كري كرمتكين فليفعل هسميه وفي اللفظ لمسلم اللفظ مسلم صون هذا يوحك شري إنه يقول نعيم رأيت أبا هريرة يتوضأ وحن أركي أبو هريرة أركيب نعيم من المجمر أي أرني يتوضأ حاله ويسيسن يا أيان أركي فغسل وجهه ويديه وحما يري وشكي سأي الله وضع قعمض أيما يري حتى كاد يبلغ المنكبين إلا وكل واضي والسقي إنه الله وضع قرب قاله يعني ما يرستو قعمها ما يرأيي الله وضع قرب إنه قارسيو قعمها قنتو ده يا هلك كل كلاضة إلا إنه قارسيو كالسقي ثم غسل رجليه إنت أدب ذوح ما يرأي لبدي سأدين حتى رفع إلى الساقين إلا وما يرستي أكر يالي رلو ماذا أدي ماذا حوق إلا أسرع ومركا ما يرست أغطى العي وبيه وكم ما يرأيي سرع وقاضي أو ردوا ماذا أدي ماذا نمرك أمي ري أم حوق أمي ري حوق اللي بدأت ثم قال دبدا وحيري انت دبدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مقري رسولك إله صلى الله عليه وسلم يقول حال ورنيو إن أمتي أم الضيد يدعون واللو يري يوم القيامة ما لنت قياما اللو يري غرا حالي وشي عديهم باللو يري وشي قوض النور محجلين حال أدمد يقعمها با أي النوريان وأدمد يقعمه با أي عدعديهين أي اللو يريا من آثار الوضوء ويسذا رادت خيدة درادت بين النوريان قعمه دي أدمد يوتشق دبا فمن استطاع كستوكر كرم منكم حال وإذن كيدي كم بديها أن يطيل غرته إنو ديريه دلالك إيا النور كوتشيس النور أيه وتحجيله يا عدان تقعمي سيادي مدي سؤي عدان أيان كي كري كرين وديريا فليفعلها سميه وبمعنى سي النور كاسي وقب الله وشي يدنا مركا ميرسا ميرسا بلاريا يا قعمها يا أدي مدنا رافية إلى قدر كي واجب كأها سي النور كو إذن كبط وفي اللفظ لمسلم لفظ وحك السقنا ذي مسلم السقنا ذي قال إنه سمعت خليلي يقول وحان مغليب سمعت خليلي صاحب كيجي آت كأن أُتش على وحن كم مغلي صلى الله عليه وسلم النبي أُتشي ذاي يقول حال أرنا يا أيان كم مغلي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء تبلغ ويجاريس الحلية قرحده من المؤمن مؤمن كوحي كجاريس حيث يبلغ الوضوء الوضوء باقرا نسخ قاركود لكن صحدو الوضوء وبضم الواو ماشى ويسيسق قاره ويسد لقارسيو أيا قروح دون مؤمن كآخرك قاريسا حديث كان وحلق قادنا يا إن أمة محمد وشيادو ذا إيا قعمهو ذي أدمدو ذو إن دماء نوريان وآخر يقو نوريا إن لو يرى يلسو صاري بعض العلماء بوحي لهدين ويسد وحي كمتي خصائص أمدن لهيد أو أمدي هوري لموداقين وهي يقعمه دي أدمده دي والنور لها ينهدين لو ذاقين
لكن وجهك النظر باقص غن حنا للسوري النبي الشجع صلى الله عليه وسلم نبي ذي هرئني ويسي سنجرين والشجع أي أحاديث تقار كود للسوري أحاديث سيدا الشجع سنة ضعف بها كتير لكن علماء تقار كود وقوي علماء قوي سنة وحكم ذا الشيخ الألباني بعض ما مرك حديث كاس إشكال قال يي وحي لهدين وحلا وحن باريا نبي ذي هرئوي ويسي سنجرين لكن أمده ذم ويسي سنجرين تاسنة وبعيد وأرم بعيد وي مانع كسر ما تشر يلا أي النبي ذي هراء يا أمة ذي هراء أي ويسي سنشرين حضنا يجا مركا إنن على مدى للسنين مانع جديد يا مشر مركا غر محجرين إلا صوص صار أمة محمد خصائص تذا كمتها إلا كن ويسدون خصائص تذا كمتها الدليل ما إنه حديثك أنت ضم به شيء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل علماء المحدثين تي وحي الشيخين شمع بضان علماء المحدثين تا كمدين إن انت سي مدرجتها أو هذا الكي النبي صلى الله عليه وسلم أين كمد أهين من كلام أبي هريرة أين تهي حافظ ابن حجر نوحو كعضيني يا فتح الباري أيها الرنقى كعضيني الشيخ الألباني لفتيس نوحو كعضيني في سلسلة حديث الضعيف أيها كعضيني أهورنا يا حافظ ابن حجر حديثك طريقة نعيم للمجمر الصور يي موياني طريق كراي كل صور أرتي مجد يعني عدي كلا صور يسي مشيقين إلا طبان قف با مركا وحوية صور يي بيلادين يعني كلي جيب الله قر نقضي كلي جي أي الله قر نقضي مركا ساس أودة دوحو كل صحية هاي انت سينا يتاي مدرجة تكلا غردي إلا بلاريا ما الصورة قر أهو واتشيق هدي ليلها واتشيق وحكا بضان با لما يريا ده وحي نقضي سمضح إلا لما يرو ما يرست مضح لما يريا أنا ما يرستي واتشيق لما يريا مسو قريش marka maba suura gal aha itaalatul ghurra maba dhici kartay ilaahdi ama sida marka laga sheegay abu hurayra isagu inuu waasiin jiro aad u dheereen jiray wa fahamkiisa weeyo saxaabada kale mid ay la wadaagi jireen ma aha cid ka xikaayo too weesadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka waramaysayna cid kale oo sheegtay lama hayo afdal haday tahayna nabigu inuu ka wada tago marnaba aanu la imanin tema dhici kartay ilaahdi تساوّد يدعو ده إيه رب الله قلنا إياه سيقدر كي واجبك الله حقيقيه إن سحر الذي لما يري لكن الله يسكبه ولا يو إلا كل كلاه أما قرب كله جمدويني تكرنا وأشرع في الساق وحين صام مرة صحابي يقولون استعمالي خليلي وحنا شرت أحاديث كلو شيء جيسا نبي صلى الله عليه وسلم إنه تلمامي إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أما لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا سأل كل منا كيف يجمع بينهما ها سروقات شوابت واصل أسوي صحابي يسقى النبي صلى الله عليه وسلم خليل كدكتاي نبينا خليل كمدقن مركتلنا فينا يا والذي ذا يا وحيتهاي النبي صلى الله عليه وسلم عد أمدي سكمدا أما عد مخلوق إنه كدكت خليل لكن إن عد إسقى كي لطم مخلوق أهي خليل كدكت تال دي دماي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وحب بخاري مسلم كسوري أن أنس بن مالك رضي الله عنه إلى هير الله كنقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان أواها إذا دخل الخلاء هدوك قالوا ماشا وكحا تشكو ذنئيه هدوك قالوا وحوها بمعنى أودونا إنو قالوا إذا دخل الخلاء فعلا با هدوك قالوا لقمت الماما إياه إذا أراد أن يدخل أيان لوشي هدوك دونا إنو قالوا روايات كقار كتبا سابكو يمي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء إذا فعل في اللغة العرب حيصار ارتصدح معنى مر وحي صار ارتيد اللغة كذا فعل كيد للسمية ولا غفار قي مرنا وحي صار ارتيد اللغة كذا شروع فعل كلا جذا جلي مرنا وحي صار ارتيد اللغة كذا فعل ك يذا الولي لجذا جلي لكن للدونا يئن للسمية صدق هذا النوع بي صار يذا اللغة كذا فعل كيد ولا جذا جلي وحكم إذا صعد الإمام المنبر أما إذا خطب الإمام أي إذا شرع في الخطبة هدو إمامك خطبت قدقاله روحنا يانو هضلين وحلو قدش إذا مركا الشروع فعل كي لقدقاله مرنا وحلو قدش إذا فعل كي يدو للسمي ولقى فاروقي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله وفعلك مر دعي ولا غفارقي مرنا وحلو استعماله يدو فعلك لدونا يو إلا السمي لغو دويه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي فإذا أردت قراءته مركض دونت قرآنك إن أخرضه لو قمت شهده فعلا مركض قرآنك أخرضه وحدكو خط انتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراتكو سامع وحلوقت شهده إذا أردتم أن تقرأوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قال مدير هذا أيها اللهم إله يوم إني أنا أعوذ بك أدانكم مغنقلي من الخبث والخبائث وحان كان مغنقلي من الخبث شياطين تكوى ذا اللبان كان مغنقلي والخبائث يكوى حنحن الشياطين تا إذا الدقبان كان مغنقلي خبث وجمع خبيث وذكران الشياطين الخبائث وجمع خبيثة وإناث الشياطين والشياطين تكوى ذا الدقبان خبائثنا نقنية اللهم إرقى وحلم معنى يهي يا الله أما يا الله يا ذي حرف النداء قال لحد في ميم كان لقعي وضياله لبضنا لمكل ميوه عند الاختيار ضرورة الشعر أي يوم بيدعى ذا إن لقو كل ميوه وشد يا اللهم في قريضي يعني واشاد إنه يتهي وقت المام ابن مالك مركا اللهم وحلم معنى تهي يا الله أما يا الله مراد كله قد شهده وحيت حديث بخاري مسلم باسوريي النبي صلى الله عليه وسلم إلهي مغن قري شري انت آنو قرين ميش أكو حاجة قدني روايانا سأررتي أدب المفرد كأبخاري كوريو شيغيسا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء مركا وحلوك شيدا دونست مركا للدونة أيو الله بلابا يلوك شيدا أنا سبن مالك نوحا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سقال الصناء يدور بلود بو نبي أشقيني وخادم أها نبي قلنا وأدعي صلى الله عليه وسلم أو وحو قد دعيي إن أبد كيسي حوله سوف ربضي عمره السنة ديري دعادي النبي قلنا وكل عضو ترنتي سؤاد بي أبدناتي إلا أشاقي إنتي أنولا أبد كيسي أولاد الصلبك إنتو آسي إن رشي سيد ما تأينا بقل كبنين وأن إنا نويل كتشرين إنن إنن كيسو دالي أما إلمو إنن كيسو دالي أما إنن تيسو دالشئين كتشرين إنتو بأولاد الصلب آيهاين مركا ترنتي سواب بضطي حوليه سنواب بطين عمره سنواب ديرادا وحانو كم ديها من المكسرين صحابة دي أحاديث تبضنايد أيو كم ديها سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر لبدا بيت بيكو كل ميان المكسرون من الصحابة صحابة دي رواية تبضنايد أحاديث تفربضا سوريس وحول سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا تضوى الصحابة كم يكون حديث إن كبدا بيسوريين من الحديث عن المختار خير مضر تضوى سوى أيو أبو هريرة سعد جابر أنس وأبو هريرة وسعد بن مارك بن السنان أبو سعيد الخدري هو قاضا سعد بن أبي وقاص هو قاضا سعد كوحلو تشيدا أبو سعيد الخدري بلو تشيدا وهي مقعي سوى حلونا سعد بن مارك بن السنان بلو نجري أبو هريرة سعد جابر أنس جابر كجابر بن السمر مياه هكذا مايا وجابر بن عبد الله أنس وأنس بن مالك صديقة وعائشة رضي الله عنها وأرضاها وابن عباس كذا ابن عمر وعشاد يا أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم مركو خلاق قلعي إنه إلهي مقن قلتشري ويا خلاق وموضع نجاسة كسو غنتهي ما لها خبيث كي النجاسة كسو غنتهينا الشياطين تو ومأوه دي يما شيء الضنمان كما دام ما ظن الشياطين تي ايو تهي ماشو وان اله الا قم قنقلا شرك الشياطين تا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث علما ذكر كود وحيدا وحكلو في عن الا هور مريو بسم الله والستر ما بين الجن والانس بسم الله استر كانس يا جنكا ودخيا وبسم الله وي مركا وخورنا يا بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بخاري مسلم وحيك السوري أن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى هر الله كالنقضيه قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحول إذا أتيتم الغائط هذا تمادان مش اللي قوحة تشقدني الغائط أصلها وحليها مش قدن وحسن لو تشيدا مش قوحة تشقدني عددنا وحي أهيد بالي ما دام
سولية يوحبا أين تشرين عربت واقع السولية دو أي كو يرايين ميلها قد قدن باي اللي ايغان تشرين إن أي كوراق بضان حاجة قدتك مركي الدنبا وحبا لغو إطلاقي الفضلة الخارجة من الإنسان أي غائط مركي الدنبا لغو مقعابي ومجاز على قدي سؤيتهاي مجاورة إذا أتيتم الغائطة أدات ما الدان ميشا كو حاجة قدن إيسان بمعنى كو حاجة إيسان أمو أحلم إذا فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول هل قابلنا قبلة أهولة شيء سنين بغائط سحرة هولة شيء سنين ولا بول كادنة هولة شيء سنين ولا تستدبروها قبلة هود دبر شيء دينين أمر كأحاجة قدنا إيسان يدو قبلة دبر كي نكوب بيغنطها أحاجة قدنين ولكن شرقوا أو غربوا هيا شبر يستو بري أولا شيستا أو غربوا أما قلبيضا يستو قلبيض أولا شيستا وأنا عدي أين قبلته كحقين حق بري أما حق قلبيض أما الدين مركا اللي تشوقوا قبلته وحي كاقا بيغانتا يكون فرق قمم بي كاقا بيغانتا مركا حديثك وحلقوا لخطابا يا رير مدينة يعدي لمد قبلته أيقوا بيغانتا هاي كون فرق قمم أما وقوي قمم سيدي النوكرة نقول قوي بينه وبين. حاوتشي ستان مركا حق بري أما حق قلبي. قال أبو أيوب أبو أيوب حيري فقدمنا الشام وحنو تقني ماشي الشام ليله دانو تقني. الشام هو بلد بلارن وهذا الدولة بدن وكل الدول أيا دلو الكودي أي وقيب سنت دلو الشام. يا أردن يا سوريا يا لبنان يا فلسطين أنت سي وحيكوكو تشيرا الشام. شامنا وكوكو بلارن تي وليبا. وإلا تبوك لغا سو غاريا واشام تبوك سعودي كاميدا إلا سيناء لغا غاريا مصر كاميدين واشام مركا بلدك الشام وبلد بلارو حان فيلا يا طرف حتى إنا كقلي سو حق تركيا وهكذا شام بانو تغني بلو فوجدنا وحنو هلاي مراحيضا سولي أيانو هلاي أما مسخوله قد بنيت لرسي نحو القبلة أي إلى جهة القبلة حق قبلة الله لرسي نحو هذا وحلو تشيذا جهده منك الشجنة أرجع النحو إن معاني بضمت على ماذا قارقت طبعاً معنى إنك بضم بيشجعين إن أرجع النحو أي لذا أكثر من 10 معاني فننحرف عنها إن يربان كيرا لحنشري سأنا قبل هذا أقول بيج من يا قبل هذا سأنا أقابل ونستغفر الله عز وجل إلى هنا ودم بدأ في دي سنجر حديث كان وحط الماما يا النبي صلى الله عليه وسلم ريابي إن قبل هذا لا قابل أم اللي قد برشيديه مرك حاجة للجودني، لكن إن لقيت شيء استو، شيء هذا مشرق أما جه هذا مغرب، هذه قبلته أي كاحكته وقوي قمن أما كفر قمن، برأي أما قلبي دولة شيء، تصنع وحلو قد شذا تكريم للشرف أيه قبلتي لحرمين أيه للشرف أيه لو قد شيء، مرك سوليك لقى صوب حيله إلا دم دافو يدثني، مرك ورب الذكرها وصار أرطي مرك سوليك لقى صوب حيله غفرانك، لكن وحط الماما يا أبو أيوب. ما شاء أن أتشي السنة إنه حق قبل هذا مركي سوري قال لورد الصي وحن كوي يرد ذلك شرعنا نسكي يرب بربر إنه وقيس كلا إسو يرد تهدب إنه تقول كنوا كو حكومة يايو ستو سأغم ودا شي السن كرتي تذلك إذا إنت أنه كاري كرم مركان السماء إنه إلهي بانو دمداف ويدي سن شرعي ساسوري بالحديث ككلنا أنا أيضا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة عبد الله بن عمر وحويري رضي الله عنهما سقي أبيه بإله الرالي هكذا قدرها اللي هنشاه وكردي رقيت يوما مارن بان كريب يري نسخ قارو حيدين قريان أما طبع لها قاركود رقيت وانا غلط ورقيت ويكالدوانته كريتانك ورقيا يرقى رقيا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أو ترقى ما دام اللي يري رقاء يرقى إلى النقطة مصورة قال أهو حلقي العين أما حلقي اللام مدنا ماءها فعل كنا هدو فعل يفعل كوي ما دو عين كل بذا قور بكر لغي هاي حلقي اللام أما حلقي العين هدان وأهين كما إيمان كرو تداخل اللغتين أين أهين ترقى ما دام أيتمي وحد قرنا يسأين الرقية هاي رقية يرقى أو ترقى في السماء أما تكسى أبصان رقية ظل تفا يدو الرقى يرقي مركا رقيت هدي لي معنى غلط النغنس رقيا كنت فا معناه دعيا مرادنا ما وفعل رقية أتى كضربا وفعل ذي السعود جاء كطريبا بعض بان نظمي يسيئ لبضا أكرى السلطان وحي الادين
وفعل رقية أتاك ضربا رقية فعل كيد ورقا يرقية كضربا أيقيني في ضرب هذا قرعه وفعل ذي السعود في كوريتان كأصاحبك هيد فعل كيدنا جاء كطربا همزة واتورة تطرف كأي تطرف تان نظم وسيان أتشبين أتورة وفعل ذي السعود أتى كطربا طربا يطرب طربا قال وحول رقيت يوما مالين بان كريب يري على بيت حفصة قرق حفصة أيان كريب وقرق ولا شيء حفصة بنت عمر وي وأم المؤمنين فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحن أركيب للنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته حالو حاجدي سقدنا أيان أركيب وحاجدي سقدنا مستقبل الشام حال الشام أتشيده حق الشام أتشيده مستدبر الكعبة حال كعبتنا أدبر تشيدي أدبر كيسنا حق الكعبة كبيري أيان أركيب حديث كان بخاري مسلم باسوري وحان حديث الشيخ يا النبي صلى الله عليه وسلم فعلهان إنو السمييي إنو حاجة قدت كي ولتشيستي حق الشام كعبضنا دبر كيس وكبيقنا وحصار الروايات كقاركود إن لبنات وقبوت كردقاني إن اتشرين ساساودة علماء قاركود وحي الهدين لوضع حديث والا تشمعين يا وحلقو كل من يا هدين ماشو بنان تهي ووحد اسماء يقبوضا إن الهين حديث كورا لقادنا يايو كعبد اللولمة تشيستن كرو كاديدا أما الصحرادة لومن الدبر تشيدين كرو مركا حاجدا لقودنا لكن ما شو هدى الاسم لاذهي أما قبوض لاذهي وحين نغنيس حالك عين كاسا إنا يبنان تهو جائز تهي بي مركا نغنيس وإن لو لا تشيستو إيا إن لو الدبر تشيدي اللبض ومركا بنان هدى الاسم تشيروه علماء قاركوض هل كاسا يكساري وانا سيدة الشافعية دو مرتي علماء كلبا ولماذا قاركودنا وحي أمي حديث كان وحكو صاروري بس استدبارك وكو صاروري قبود نتشرو حديث كهرنا وحكو صاروري إنا اللولة نتشيسن كادئية سحراء اللولة تشيسن حق كعبضة مرنبا وعام اللولة دبر تشيدين مركا حاجة دا لقودنا مركا دبر تشيدين تي دبر كاللو تشيدين أما دبر كو أدنان أي حق كعبضة حبالك الرئيبو حديث كاسا خصيصي لكن تي استقبالكي يدو حبل لقى من ريبي على ماذا قاركودنا استقبال كنا استدبارك وقياس قاتين على ماذا قارنا وحيان فرقا ودحيو يعني الاستقبال أقبح من الاستدبار إن لا قابلو اللولة تشيستا ويكفو الحنطهي إن لول دبر تشيديو مركا اللبادو ما داما يكالدريه إلا يساقم قياس قاتنك بعض أهل العلم يقو حيلادين حديث كان هو حديث عامة واستقبال كنا استدبارك من ريبي وحديث عامة كان كان لوح أقبل كرائن خاصي هاي النبي صلى الله عليه وسلم كقريه تشريع عام أو أمضى لسو تشيدي فعل سيجارة أضحي أولي بأرق أو أركي عبد الله بن عمر آي هيد على سبيل الاتفاق كباقن آي أهيد إمد مقصود أهيد آي ني أهيد إلا إلى هذا حكم كي حديث كاسال لغو خصيصي النظر باكسغن وي أرنك هذه التشريع اللوغة تشيد عام أو مدى اللو عضينا أيو يسعاما النبي قوة عضين لها أو بيامين لها ساساودد علماء قاركود وحيليهين استقبالي استدبار مد النبا إنا اللولة إمنين حق قبلة اللولة تشيسن أيا مركا وحوين يعني سيدة الصحدي أي تهي فعل كان احتمالات باقري كره نهي النبي والرهبي صلى الله عليه وسلم والنهي عامة مركا عموم كي سوائل وقو عمل فلا مركا سيدة أحوات كاهي وحين نقونا يسائنا مرنبا اللولة تشيسن حق قبلة باسم هجر أميان وتشرين والله أعلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء أنس بن مالك وحب بخاري ومسلم كالسوريين أنه قال إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء إنه يلي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحو أهان تشرين مذ خلاقة قاله ميش وكحة تشكدني فأحمل أنا وغلام نحوي وحن غادي تشرين أنيقا يو غلام ويل نحوي أنا إذا مركا يقدر دو نحوي هذا وحلوه كذا مقارب لي في السن ومعنى الصدق هذا إسلا الدرس اللي إنه يقيمي النحو الله استعماله درس قا قرآن كهينا أحاديث سائر أرقنا الصدق معناه كلا الدوان يدو أحاديث سائر صاروت فأحمل وقاضي شريب أنا إذا وغلام يويل نحوي أي مقارب لي في السن دا يقدر دو إداوة
ويسا هركة سميسان وويل بيا لغو شبتو هركة سميسان إداوة هرك بيا لغو شبتان نقادي شري ومن ماء بيئه وعنزة مرتس أي نقادي شري فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم واستيشون شري بالماء بيها يكو استيشون شري العنزة الحربة الصغيرة عنزة ومرتس كي يروي والإداوة إداودنا إناء صغير من جلد وويل يرأو هركة سميسا وويسير هركة سميسا حديث كان يوحو الشيغي النبي صلى الله عليه وسلم مركو خلاق قلائيو بمعنى مركو حاجق دنائيو ولو ميل بنانا بهكو حاجق دنائي إن لقو عاوين شري ومركو ورلو سو قادي شري بيو مركو حلقا قادنا إياه استخدام كعيد إلا أديك سدا إن كراهكو شري ويسدي إيو استيشدي إيو يعني وحي اللي هو استيشونا إيو كينيستا إيكو كينا يان عيدي كو كينيس أما بيهات كو إيسي سلسين عيدي كو كينتا إنه كراهي أهيل أي برنانتا بيها قررنا يوكو إيسي سني مرتسكا محوكو السميني علماء قاركوض وحي لهذين مرتسكا وحوكو السميني إيو ما شاءو كوكا تشي هرتي إذا أيو كتاقي تشري لأن مرأي وحلم إذا أيو سولي تشري سوه قبوض وقالك تو عوردي السعيدي أين وارق بعض أهل علمنا وحي لهذين مرتسكو وكي مركب بنان كالتشوغو سطرة الصلاة لقدقني لكن على كل حال موضعنا يكون صار ارتهاد الصلاة لما الشيقيني وحل التلمام استيشال التلمام فيستنجي بالماء مركا أيضا إن قبوض لقدقني أي أو الشيطان كأي ضدك أرقود أي وحلم إذا قبوض لقدقني أي أي الله قادمي وحكرا لك قادمي يبيا إلا ويستيشو دائنا يتهيمد بنان مدينة بيا يرود بيا هيدو بيهم مبضنين سدا ساودي دك حنت اد لو استعماري جيري وارغا كان صديف هذا قاركود ان يلهدان يا اماميالك قاركود بيا النبي انو كو استجوده لما هيو دك حنو بو استعماري جيري قاركود هذا الادق بابي كي يلهدينو وحاب يلهدين بيا ان لو استجوده واستنجاء النساء ودمرك استجوده رغو دك حنت استعمالان احاديثا مركي قار لو سو اروريي مدابته مالكيه كميده oo sida yiri qarna waxa baan filayaa inay yiraahdeen waa bidco markii la yiri ahadiista ayaa lagu hayaa hadiiska nabiga soo ka sheegaya fayastanji bil maa'i waxay ku jawaabeen jawaab madhabta inay daafacayaan ay ka muuqato oo waxay yiraahdeen saxaabada biyaha u keenayay waxay ahaayeen qaar da'doodu yar tahay ana subnu maarik iyo nin kale oo la daama ku da'dhow dacwada nabiga ma eegayn lama suuragalay in awrada nabiga eegaanay marka biyaha inay u keenaan oo biyihi u haystay markaanu istijoonaya ayay ogaayeen deedna waxay is yiraahdeen uu ku istijoodi xaqad waxay tahay kuma istijoon way sidii buu isticmaala ala kulli xaal qowlka noocaas waa daciif sida jamaahirta culimadu qabaan baa sax ah biyaha in lagu istijooda nabiga waa ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam oo biyo waa ku istijooday dhagxanna kaadid iyo saxarada waa iskaga biyihi هذه موضع النجاسة وكصوب حذين النجاسة أين كانتقال وكجورين أمرك لا أي رجالين نجاسة أين كقلالين مركب الله جبيه ملك لنا أين انتقالين حتى لجبينا يي مرك أي تاي وح لجبينا يي وح شروطي لما يستري ترضنا أي سدرتها استجدي وأصحضي حتى استجمارك أهيد وأصحضي بيا إلا جو استجود أنا مرك واجب معها بيها إيه ريحانتا حقا استيشادا وحا أفضل بيه وإيه إيه طهارة سيدا يقو كينا إيهان أي بضانتا هاي مركا إيه أفضل أه بعض الفقهان وحي لهان لبضا إلا كل ميو باكسي فضل بضان عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وحي كسور يا بخاري مسلم أبي قتادة الصحابي قال إلى هذا الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول لا يمسكن أحدكم بيمينه وهو يبول لا يمسكن يانو كقبن أو يانو كقبن أو يانو كقبن أحدكم مدكين ذكره حبنتيسا ترنك يانو كقبن بيمينه مدكتيسا وهو يبول والحال هو إساقو يبول أكاتشيه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتمسح يانو اسكاق مسحين من الخلاء حاجة قدتك بيمينه مدكتي سيانو اسكاق مسحين يعني مركو حاجة قدنا ايو مدكتي سيانو استعمالنو صحردي اما كاددي يانو اسكاق بإنن بذح دها استعماله
شيء هذا باب التكريم يهيب ملكة الله استعماله لكن هديك له وحل الله استعماله بالإحدى ولا يتنفس في الإناء يانو كن نفسا ويلكا أمرك بيها عبا أيو يانو بيه كن نفسا أضينا في قبطه وينو بيه أفكا كسارة ويلكي وبيها كعبا أفكا وينو كسوا بحيا دو نبناك كن نفسا حديث كان وحلقة قادنا يا آدابته ونكسن بلقة قادنا يا صدح آدابود وصدح لبو ونكسنهم بحديثك الشيغية تكوود وحيكو الصاب صنطهي مركا لكاتش أيوه إنان ميدكتا لغو قابان حبينتا تارنكا وميدكتا وحا لو استعمال يوحيالها وناكسن عنتضا إي عبتانك إيوح بحنتا إيوح قادة شضا إي أشياء دلمتك مركا وحاكا قدنا أيو وإنانو ميدكتيكو حاكا قدن هرينو تاو الشيغنا هدو دقحانو كلا استعمال يو بيدح دوائنو كو استعمالا هدو بيو كلا استعمال يو بيه وإنو دل قبتا ماشي ودون يأينو ميرو إيكا حاكا قدتي لأن بيه كو شباه gacanti wayna midig dhaqdhaqaajin iyadoo biihi marka shubaysa ee gacanta bidix iyo meesha la mayraayo ayuu ku beegbeegaya dhaqdhaqaajinaya marka gacanta midig waxa laga yeelaya kal xajari oo kala laga yeelaya saasaayadoo biihi soconaya loo kor qabanaya ta kala laga shaqaysinayo hadii dhagxan la isticmaalayo dhagxanta waxa lagu qaadanaya xagga hore marka la doonayo in laga gabiyo midigta dhagaxa lagu qabanayo dadna xubintii taranka la hor qabanaya waxa laga dhigayaa gacantii midii kal xajari midan dhaqdhaqaaqayn xubintii taranka oo gacanta bidix lagu wado ayaa marba la marinaya gacantii midigna sidii dhagax halka iska yaalo kala ka soo qaad xagga dambe marka loo isticmaalayo gacanta bidix baa lagu qabanayaa dhagaxa dabadna dhagaxaasa lagu soo masaxayaa an abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma bukhari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abdullah ibn abbas ilaahay raaliha ka noqdo abdullah iyo aabihi abbas be قال إنه يريه مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وحر النبي صلى الله عليه وسلم وحو الصومر لبح بالود بالصومر لبح بالود أي النبي الصومر فقال وحر النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير لبض الشخصية حبالها كؤاصا والعذاب إياه وحوين لقوا عذاب مايو والعذاب إياه لكن وحوين لقوا عذاب مايو وحلو شيء ذا wax idinka idin la weyn indigiina sidaa u qabtaan lagu cadaabi maayo laakiin waxa si weyn saasawad bar riwaayadka qaar waxa ku soo aroray wama yu'adaban fi kabeer bala innahu kabeer markuu nabigu uu sallallahu alayhi wasallam wax weyn lagu cadaabi maayo wuxuu ka daba keenay haa weyn yahay waxa lagu cadaabaya macnuhu wuxuu dhacaya wax weyn baa lagu cadaabaya laakiin idinka idin lama weyna wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda allahi azim أما أحدهما فكان لا يستطر من البول متكود مياه فكان وحوها لا يستطر مدى إسكيل ألمبوها من البول كاددا روايات كقار كودو حكو صارت لا يستنزه مدى إسكيل نظيفين وصفي عن إسكيل نظيفين كاددا أيوها لا يستنزه من بوله وأما الآخر ككلم مياه فكان يمشي بالنميمة وسعن شري بالنميمة درال دتك أوسخ الدروه ayuu u socon jiray xaaluu dira diraale ku dheehan yahay yaynu dadka isku shuqeeyo isku dira xaaluu ku dheehan yuu socon jiray fa akhadha jaridatan ratbatan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu qaatay jaridatan laantimireed yar oo ratbatan qoyan ayuu qaatay fa shaqaha nisfayn fa shaqaha wa kala dilaaciyay laanti yarayd nisfayn laba qaybood oo isla eg buu kala dilaaciyay oo kala jeexay fagaraza fi kulli qabri waahidatan wuxuu ku muday qabri kastaba jeex ka mida laantii ayuu ku mudo ka taagay qaraza waa ka taagay wey faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow sallallahu alayhi wasallam lima facalta haada maxaad sidan u samaysay kan maxaad u samaysay ficilkan qaala wuxuu ihi lacallahu yukhafafa canhumaa maa lam yayibasa فالنبي صلى الله عليه وسلم وحن رجينا يا إن لغا خفيفي عذابك ما لم ييبصا انت إني قللين لا انت أنكتاك انت إني قللين إن عذابك لغا خفيفي يا رجينا نمي مضوى محي ونقل الأخبار على وجه الإفساد أما لقصد الإفساد إن أخبارتي وررك اللون نقلي اللون رره
si wax la fasahaadinayo ifsaad looga jeedo in loo naqliyo ayaa waxa la yidhaahdaa namiimah ayaa la yidhaahdaa calaa wajhi alislaah haddii loo naqlinayo namiima maaha hebel baa sidaa kaa sheegayo sidaa iyo sidaa kaa yidhi fasaad mar hadduu ka dhalanayo waxay noqonaysaa namiima ayay noqonaysaa waxaa laga yaabaa ruuxu inuu yidhaahdo anigu ma qasdaayo ifsaad ugama jeedo laakiin culammadu waxay tilmaamayaan haddii ifsaadku ka dhalanayo walow maqsuud bayaanu ifsaadku u ahaane waxa ka tartiibsamaya ka dhalanaya hadday ifsaad tahay waxay noqonaysaa namiimo marka namiimadu waa muxarama waa midan bannaanayn waana min kabaa'iri dunuub nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam laa yadkhulu jannata qattaat ay nammaam jannada ma galo namiimiya ma galo mid dadka isku dira diraa jannada geli maayo wagoodi waa min nusuus lwaciid ha yeeshee namiimada wax laga reebayaa jiro laga istisnoonaayo xaaraanimadaas waxaana ka mid ah cid baad waxaad ogaatay inay shirqool doonayso hebel inay ku disho ruux muslima inay dilaan ayay doonayaan inaad uga digtoa tidhaahdo war halkaa waa lagu gelayaa waa lagugu jiraa oo waxa la doonayaa dhib baa lagula rabaaye meesha ha marin waxay noqonaysaa mid waajiba waana min annasiixa addiinu annasiixa xadiiskii jariir ibni cabdillaahi albajarina waxaa ku jiray wannusxi likulli muslim ruuxii namiimiya hadduu war haddaba kuu sheego waxay culammadu yidhaahdeen waa in warkaa uu kuu sheegay aana sidiqin munkar buu ku jiraay marka hore waa inaad ka reebto aad tiraa ilaahay ka baqo waxba haysoo noqlin hay sheegin ku qabuuji oo munkarkaa ka reeb man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi fain lam yastatic fa billisaani mar labaadka warka uu kuu sheegay ha xaqiiqsan oo run ha u qaadan mar saddexaadka ha baarbaarin oo ha is-odhan bal inuu dhab yahay hubi yaa ilaa lix umuurood bay culammada qaarkood sheegeen waxaanad ka arki kartaa fii kitaab aladkaar lilimaam annawawi isagoo ka soo naqlinaya ghazaali fakaana laa yastatiru min albawli riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi min bawlihi laa yastatiru iyo laa yastanzihu iyo laa yastabri'u saddexda riwaayaba waa jiraan culammada qaarkood waxay yidhahdeen saddexda riwaayo waa isku macne oo waanu iska ilaalinayn ama iska nadiifinaynin kaadidiisa ayaanu iska ilaalinayn ama iska nadiifinayn marka halkaana waxaa ka imanaysa in kaadidii si fiican laysaga ilaaliyo marka horena layska dhowro marka dambena si fiican laysaga nadiifiyo xadiiskani wuxuu sheegayaa cadaabulqabri inuu jiro waa mas'ale ictiqaadiya oo adilada kitaabka iyo sunnadu waxay ku soo arooreen cadaabulqabri inuu jiro qabrigu wuxuu leeyahay naciim waa leeyahay oo dadka qaar waa loogu nicmeeyaa cadaabna waa leeyahay oo dadka qaar waa lagu cadaabaa nacuudu billaahi min alcadaab waxaa kaloo laga qaadanayaa dembiyada cadaabulqabriga qofka lagu cadaabayo inay ka mid tahay diradiraalaha dadka laysku diree namiimiye la noqdo iyo kaadida in layska ilaalin waayo ama si fiican laysaga mayri waayo inay ka mid tahay waxyaalaha cadaabulqabriga lagu muto inay ka mid tahay riwaayo waxaa lagu soo wariyey fa ina caamata cadaabulqabri minhu cadaabulqabriga badankiisu kaadida xaggiisu ka yimaadaa marka kaadidii iyo saxaradii waa in si fiican laysaga nadiifiyaa oo laysaga mayraa waxaa laga qaadanayaa xadiiska in nimankani ay ahaayeen niman muslimiina inay ahaayeen waayo hadday gaalo ahaan lahaayeen dee gaalnimada in lagu cadaabo cadaabulqabri ayaa ka mudnaansho badnaan lahayd in dunuubtan gaalnimada ka sokaysa lagu cadaabo wamaa yucadabaani fii kabiirin marka gaalnimo inayna la imanin ee niman muslimiina ay ahaayeen ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa dunuubtu inay u qaybsanto kabaa'ir iyo sagaa'ir balaa innahu kabiir riwaayada markaa nafinaysa iyo tasugaysana waxaa lagu xambaarayaa weynaanshaha dunuubtan kabiirnimo ama weynaansho laga nafinayaa inay tahay sidaa idinku daninaysaana u haysataan kibarka iyo weynida sugista loo sugayaana inay tahay calaa sabiil xaqiiqa waa almusbatu kayru lmanfiyi waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu sala allahu aleyhi wasalam inuu u duceeyey oo uu doonayay cadaabka in laga khafiifiyo takfiifka waxaa sababayay ma waxay ahayd laanta la kala jeexa laantimireedkii laga taagayo intay qoyantay la yidhi waxaan rajaynayaa in laga khafiifiyo mise ducada nebigay ahayd sida saxiixi waxay tahay ducada nebiga sala allahu aleyhi wasalam inay ahayd laakiin intay qoyantay calaamad bay u ahayd ilaa qadarka laga khafiifinayo iyo zamanka laga khafiifinayo
إنه النبي يقول دعائنا حديث كلا الشيء رواية مسلم صحيحة كالسوري وحي الشيء فأحببت أن يرفع عنهما بشفاعتي مسلم بقى صحيحة كالسوري رواية وحن على إستان النبي يقول صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنهما إلا خفيفية بشفاعتي عذابك إلا خفيفية بشفاعتي شفاعقاتك يدعى ديدا أي أن على إستان بسبب الجريد ما هي وبسبب الشفاعة النبي يقول شفاعة قاضي تذكى قاروحة لقى يا بين يلهدان روح كالصور دين طيبة إلا مقويا لقى تاقى أما دير تبحى يسال لقى بيرا من نقونيس أمركا سنة من نقونيس أما مدبنان على الأقل من نقونيس شوابت وحي طيب مايا وحبالها إن دير قويا لقى بيرا أما قيد بحى يلا قوة اللالا أما دير لقى بيرا أما لا مقويا لقى تاقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمان بدها هل كان مر بين السعر ورتمر لباد مسوء أرورين مركا عيد أن الأكسونين لعذاب أيو إلا إذا ذا اللهم قيما كتاق يسي عذابك لوغا خفيفية ماها حتى هدي الأوغان لهم أغني إلا عذاب أيو خفيف انت ما كان سنة يسأل أنت قيني الشفاعة النبي كان سنة الشفاعة النبي قلنا روحا حاصل ماها شفاعة النبي قلنا صلى الله عليه وسلم حاصل ماها ساس أودت بجماهير الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدن كودو لا مها قيّن كما يتاقي تشيرين قف كردين تكما يتاقي تشيرين شمهورك الصحابة ما يسمينين هضيتا خلفاء الراشدين كي هضيتا العشرة المبشرون بالجنة باقي العشرة هضيتا أهل بدرين فضلاء الصحابة ماذا يكوك عينما ساس أود علماء قاركود وحيها وحين نقنا إساء من قبيل البدعة أي نقنس وهي النبي السيد السمائي سيدك قارو السمائين وكلا الدوانان إساء علامتهم باللوغية لقدرك إيا الزمنك لغا خفيفين أيوه أمد التخفيف كأو كان سنيي لا تقويني مدى كان سني سيماءها الكاهن يقول شوغو والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.